مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار على قناة سوس تي في. انتقلت كاميرا قناة سوس تي في إلى منطقة سيدي الهاني، حيث عاينت مشاغل سكان المنطقة التي تمحورت حول طلبات العناية بالقطاع الفلاحي والفلاحين الصغار وإنجاز فضاءات رياضية وتدعيم البنية الأساسية وشبكة الاتصال وتوفير النقل العمومي والخاص وأحداث مؤسسات خدمات عمومية والنهوض بالقطاع الصحي والمحافظة على السلامة ونظافة المحيط، إلى جانب العديد من المشاغل الأخرى. ناقصنا فرع متاع بانكا، فرع البانكا اللي سيدي الهاني معتمدية، فيها منطقة صناعية وفيها منطقة حرفية، فيها ما عدا مركز بريد هو اللي سيدي الهاني في الجمعة الدور ولا في الشهر راس الشهر كيجي الناس شارية بركة 820 مليون يدوروا. تنجم كون جات عملنا فرع بركة متاع بانكا حتى من النمو الاقتصادي متاع المنطقة يطلع. عدني طفلة متخرجة أستاذة متاع فيزيك شيمي وطفلة أستاذة متاع عربية، الاثنين قاعدين في الدار هاك تشوف فيها ب 32 غرزة محلول، وعندنا بلايص أخرين زاد ما فيها الضوء. عندنا بلايص هذه تابعة هذه ولاد الفالح، يجي 10 ديار زاد من غير ضوء. وتصور أنت لتو في وقتنا تو تابعة الساحل هذه اللي احنا مسمين على الساحل، مازالوا يمشوا بالفنار، مازالوا يمشوا بالفنار في الدفع. من عام 2001 وهم كل عام برمجين الكياس برمجين الكياس وما ثمش. احنا المره اللي فاتت ولدت مراه والله ما تدخلش الامبولانس والنقل، ما يدخلش كات كات ولا تراكتور ما يدخلش، والله يا زينه في برويده وينو الطريق، والله مراه قسما بالله في شطر ثنيه معناتها هزها راجلها معناتها محملها، والله ولدت في الطين. والله سيدي الهاني اليوم فيها تصحير ثقافي بامتياز، دار الشباب يوصلوا فيها لكن من غير منشطين، معناها انت اليوم تعمل لي لوكال كبير كيف منك وما عندناش منشطين. اي ومن بعد اغلبيه متخرجين في سيدي الهاني تو في القهوه، تنجم تمشي تعمل طله تو كيف القهوه تو تشوف. ما عندناش لا وسائل ترفيه لا وسائل تثقيفيه ما فماش. اشرف السيد فتحي بديره ولي سوسة يوم الاربعاء بمقر بلديه سيدي الهاني على اجتماع المجلس المحلي للتنميه، وذلك بحضور كاتب عام الولاية ومعتمد المنطقة وعدد من المديرين الجهويين وممثلي بعض المنظمات المحلية ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب عدد وفير من المواطنين ووسائل الأعلام الجهوية. الهاجس متاعي الكبير والدور متاعي هي متابعة المشاريع، كل مشروع نشوفه وكل مشروع تبرمج يلزم يتحقق، وإذا كان معناها ما تحقق نشوفوا شنو المشكل، نحيوا المشكل وابقوا تضرب إن شاء الله المشاريع الكل في لوتوسة إن شاء الله معناها نطبقوها. فإحنا إذا جينا الساعة السيدي الهاني باش نسمعوا خير المجتمع المدني، وعملنا جلسة في البلدية أعتبر أنها كانت جلسة ناجحة جدا لأنها فيها الصراحة والوضوح، ونبنيوا جسر تواصل نتاع صراحة ووضوح. إحنا شنو كي نكلموهم ما نكذبوش عليهم ما نخبيوش عليهم، لقيت أشياء نجم نعملوها في لحظة. ما انا مش عارف علاش قاعدين نستناو، لا فما حاجات نجمو في اسبوع في اسبوعين نوفروها للمعتمديه، ولو كان نعملو في كل معتمديه هكا يشوف حاجه المواطن وكذا يولي ما عادش منفعل يرتاح. وافتتح الوالي الجلسه بكلمه رحب في مستهلها بالحاضرين، وابرز من خلالها اهتمام وعنايه الدوله الموصوله بمشاغل المناطق الداخليه والاستعداد الكامل للسلطة الجهويه لفض الاشكاليات المتعلقه باحداث مؤسسات عموميه والنهوض بالبنية الأساسية للمنطقة حسب الإمكانيات المتاحة. في إطار اختتام أشغال المشروع الأورو متوسطي غريجوب الذي التأم بمدينة فلورنس من مقاطعة توسكانا الإيطالية يومي الثالث والرابع من مارس الجاري، تولى ولي سوسة توقيع ميثاق أورو متوسطي حول التشغيل الأخضر يضم كل من تونس إسبانيا إيطاليا ولبنان. في الزاوية هذه الحقيقة معنا حضرتها الندوة هذه ومشي واصل العمل متاعهم، وعطينا يعني تشجيعاتنا وطول السوتيان متاعنا للزيتيديون اللي جون هذوما، وعجبتني برشا الشيء اللي عملوه، عملوا تكوين في مجال كما قلت لك مادة المورجين وفي مادة الفوتوفولتايك توسكي الكتريسيتي والإنرجي فهمت. فحين إذن نحن نشجعوهم وندعموهم، وأعتقد أنه هذه فرصة باش نزيد نقوله اللي معنا الكرياسيون مطلوبة مش فقط في الميادين والمجالات القديمة اللي نعرفوها، لكن هناك مجالات كما الطبيعة كما الانفيرونمون فيه برشا إمكانيات، ويلزمنا نشجعوا
لجون باش ينفستي في الميدان هذا. اني اول تجربه هذه عندي معناها اول فورماسيون نعملها الحقيقه سيتي اغريابل خاطر معناها سور لو بوين اورغانيزاسيون كل شيء تي بيان جوست حاجه بركة معناها احنا لي زاتونت نتاعنا كانوا اكبر برشا معناها خاطر احنا كجون ديبلومي نطمحوا لبرشا حاجات. ويهدف هذا المشروع الذي انطلق منذ سنة 2014 إلى تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وخلق مواطن شغل صديقة للبيئة، انتفع بمقتضاه ما يقارب عن 40 شاب وشابة بدورات تكوينية قصد اكتساب مهارات معرفية وتطبيقية. استقبل السيد فتحي الديرة وليسوسة يوم الثلاثاء بمقر الولاية سفير جمهورية جنوب أفريقيا سيد ماندلا هارولد هويانا بحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية للوسط نجيب الملولي. وخلال اللقاء تم التباحث في سبل إرساء ودعم التعاون الثنائي بين رجال الأعمال بجهة الوسط ونظرائهم بالبلدان الأفريقية لغاية تنمية القدرات التصديرية للمؤسسات الصناعية والتجارية بالجهة نحو الأسواق الأفريقية. وإحنا اليوم باش نتلقاه مع فلة من رجال أعمال من جهة الوسط باش نبسطوا الوضعية الحالية الاقتصادية اللي هي ضعيفة جدا بين أفريقيا الجنوبية وبين تونس، اللي حتى التبادل التجاري ضعيف جدا. والغاية من اللقاء هذا هي باش نشوفوا شنو العوائق اللي موجودة وكيفية معالجتهم. انعقد يوم الخميس 10 مارس الجاري بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم الملتقى 14 للبستنة وتهيئة الفضاءات المتوازي مع الأنشطة الفرنسية التونسية حول تنظيم القطاع الفلاحي والفلاحين ونظم الإنتاج بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية، وذلك بحضور ثلة من المختصين والأطباء في مجال الفلاحة لإيجاد حلول للتنمية الفلاحية بالمنطقة. هو أيام علمية فيها تكامل بين الخبرات التونسية والأجنبية من لينرا مونبلييه سيراد وكذلك المهنة. تجدون في المؤتمر باحثين أساتذة وتلقى مسؤولين في قطاعات شتى. نظم المكتب الجهوي للتربية والأسرة بسوسة يوم 8 مارس 2016 تظاهرة تحت شعار الحرفيات التونسيات سند للأسرة ودعامة للاقتصاد الوطني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أقيمت خيمة بساحة الشلي بسوسة شارك فيها 26 حرفية من كامل ولاية سوسة. عرضنا منتجاتهن وأبرزنا ما يكتسبنا من مهارات التظاهرة هذه. قصدنا الحرفيات التونسيات، قصدنا المرأة الحرفية اللي ما عندهاش المويا باش تكري محل معناها باش تعرض منتوج متاحة، بما أنه المرأة هي العمود الفقري للأسرة هاكو على الأقل فرصة باش تعرف منتوجها وتبدأ تخدمه هي في دارها ومن طوم تضيع شيء، لا تضيع أسرتها ولا تضيع الخدمة اللي باش تاكل منها وتوكل أولادها منها. يحتضن المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم من ولاية سوسة فعاليات الملتقى الدولي للثقافة البحرية والفضاء بسوسة، وتنتظم بالمناسبة ندوة حول التصرف في مياه الأمطار في تونس تحت شعار وجعلنا من الماء كل شيء حي. التظاهرة نظمتها جمعية الأندلس للثقافة والفنون بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم بحضور الوزير السابق للفلاحة والأستاذ محمد بن سالم. المداخلة متاعي هو على سياسة الدولة في مجال المياه السطحية. احنا بلاد مناخ البحر المتوسط معروف المناخ هذايا بقلة أمطاره عموما، ثم كيجي الأمطار تجي بشكل قوي سوفورم دوراج، وبالتالي يلزم طريقة كيفاش نتحكم في هالمياه اللي يجي فجأة وتعمل فيضانات وتعمل مشاكل في القرى والمدن المحاذية الأودي. فبالتالي الطريقة هي أن نبني سدود أولا باش نستفاد من الأمطار الفجئية هكي، ثم باش نخزنها ونستعملها فيما بعد. نحن سعداء بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم باستضافة هذا الملتقى الذي يلتقي فيه الخبراء في مجال المياه والري والطلبة، وإن شاء الله ستكون الإفادة بالنسبة للطلبة لتحسيس الطلبة خريجي هذا المعهد من
ويشعرون بقيمة التصرف في مياه الأمطار. انتظم بالمركب الثقافي بسوسة وعلى امتداد أمسيتين المهرجان الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسية بمشاركة 12 مؤسسة تربوية بين أعدادية وثانوية من مختلف معتمديات الولاية، جاءت من أجل التنافس للظفر بأحدى المراتب الأولى التي تخول لها مواصلة رحلة التنافس ضمن المسابقة الوطنية والمراهنة على تمثيل الولاية في المهرجان الوطني. وقد شهد الملتقى إقبالا جماهيريا كبيرا وتوافد أعداد كبيرة من تلاميذ الأعداديات والمعهد الثانوية والأولياء والمربين، فاجأت توقعات وحسابات لجنة التنظيم. اليوم يشاركوا معنا 12 مؤسسة تربوية من الأعدادي والمعهد الثانوية. كما شفتم أنا البداية كانت بعرض تشريفي للعيسوية، وكان الحضور كثيف من بين التلاميذ، تلاميذ المؤسسات والأولياء والأساتذة والسادة المديرين. إلى أخبار الرياضة، حيث واكبت قناة سوس تي في تظاهرة رياضية ينظمها نادي سوسة لرياضة السيارات بالشراكة مع الجمعية التونسية للسيارات على الطريق السياحية بسوسة، وذلك يوم السبت 5 مارس الجاري. دونك اليوم نعتبر اليوم أنه هو سي أفونغو للبطولة متاع الكارتينغ اللي تنظمها الجامعة. أول أكسيون يعملوها الأولاد اللي بالحق يسرح له دون لسانس اللي باش تعرف بالرياضة هذه. دونك الفرصة متاع اليوم فرصة حلوة برشا، العباد باش تعرف شنو فما في تونس. إن شاء الله الأكسيون هذه تتعاود في جهات أخرين في تونس. في ختام أخبارنا، دارت يوم الأربعاء 9 مارس 2016 مقابلات الجولة 18 من بطولة القسم الوطني لكرة اليد، حيث تمكن الترجي الرياضي من الفوز بالكلاسيكو ضد النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 26-25. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الأخبارية. لمزيد من الأخبار زورونا على الموقع الرسمي www.soustv.net. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.